وحرب أثر علينا يعني حتى ما فينا نعزف. أنا مشتغل فيه فن صناعة البزق، تراث قديم يعني أخذته من جدي والعدة كله هو أعطاني. هاي البزق عم نشتغل فيه، عمري كان 10 سنين عم بشتغل بهالشغل. بعد ما صار علينا الحرب خرب البيت وجا دمار علينا ووضعنا المادي تعبان بالمرة، ما فينا نشتغل يعني، وقفنا عن العمل. وهذا هو عزفي وشغلي. أنا اسمي جمعة عبد الرحمن مرعي، من مواليد 75، من قرية جلمة، من ريف عفرين. صار عندنا هون حرب ونزحنا من بيتنا ورجعنا، بيتنا كله تدمر وخرب بيتنا والوضع ما فينا نصلحه. وانا مهنتي كنت عم بعزف على البزق، وهلق ما فينا نعزف وبصنع البزق كمان، اخذته من جدي اديك حنان. تصنيع البزق نصنعها من شجر التوت أو الزان. الزان ما بيتوفر كتير، الخشب غالي، عم نصنعه من التوت، عم يكلف الأوتار والآلات والكهرباء، ما كهرباء هلق ما في، ما عم نشتغل فيها. يعني ما فيني أطور فني كمان، أنا فنان ما في دخل يعني، ما حدا بيشتغل، أنا لحالي عم بشتغل، حي للشغل، شو ما صار لي بشتغل. عندي 5 ولاد، 4 بنات وولد. هاي البزق آلة تراث، من تراث الأكراد، تراث قديم نحن بنحتفظ فيه وكل كرد في العالم بيحتفظ فيه.